عودة لكم مشاهدينا، وبالأحرى أولى فقراتنا لليوم مثل ما تعودتوا فقرة سبيريتواليتي، بناخذ منها زوادة لليوم وبننطلق بنهارنا. برحب فيك أبونا الخوري يوسف مبارك، خوري رعية مرسى معان العمودة ليعات، أهلا وسهلا فيك. صباح النور، المسيح قام، ينعاد عليكم. بكمان القديس ماركوس من عقيد إخوتنا الأقباط، الكرازة المرقسية بمصر، وقلنا أصحاب كتير هونيك بقى. ان شاء الله بيكون نهار مبارك على الجميع. ان شاء الله يا رب. ابونا مثل ما دائما بنحكي، عالم اليوم عالم فيه تحديات، فيه صعوبات عديده. كل شخص ممكن يحصل معه حيلا شيء بياماته، ولكن نحن عنا اذا بدك ميول، اذا فينا نقول انه نسمي هالشيء تجربه. كل شيء بيقطع بحياتنا بنحط تسميه تجربه. بدايه خلينا نحكي شو تعريف التجربه قبل ما نحكي باي اشكال ممكن تكون عم تقطع. يعني اكيد موضوع كتير كبير هيدا، بس فينا نقول انه تجربه مش معناتها خطيه، لانه اول شيء بنروح بفكرنا دغري على صلاه الابانا لما بقلنا يسوع قولوا لا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير. نعم. يعني معناتها التجربه مش بالدغري تكون خطيه، بتصير خطيه. نعم. بتصير مصيبة روحية كبيرة لما أنا بستسلم لها. مشان هيك يسوع وقت اللي قاده الروح القدس إلى البرية من بعد المعمودية جربه إبليس وانتصر على التجربة. يعني لو استسلم للتجربة كان واقع بالخطيئة. فإذا يسوع شابهنا بكل شيء مع الخطيئة، شابهنا بأنه تجرب مشان تيقلنا تشبهوا فيه تم توقعوا بالخطيئة، تشبهوا فيه مثل ما أنا انتصرت على التجربة وما وقعت بالخطيئة أنتوا هيك. شو كان أساس انتصاره؟ هي كلمة الله. لأنه التجربة أوقات بتجي ملونة وعاملة تمويه. نعم. بأنه ملاك هون شو عم تصير، ولاك بالكتاب المقدس شو نقال، ولاك هون كان يقول له ما بيقول الكتاب. شو كان يجاوب؟ بس سمعين الكتاب بيقول الكتاب، والكتاب كمان بيقول. واخر شيء، شو كانت التجربه الاساسيه؟ التجربه الاساسيه تبع يسوع شو كانت؟ يلي اختزل كل تجارب الانسانيه، او بالاحرى تجارب المؤمن. نعم. ان كنت ابن الله. وظلت لحقته التجربه لوين؟ للصليب. ان كنت ابن الله، اذا هو هيدا ابن الله خلي يخلص نفسه. مشان هيك كانت اخر صرخة رجاء وانتصار بهالتجربة شو؟ ايه انا ابن الله. مشان هيك قال له اباتي بين يديك استودع روحي. فاذا التجربة مش بالحكم دغري تكون خطيئة، لا، بنقطع فيها ايه، بتهزنا ايه. مشان هيك هي اذا بدنا نسميها ابروف، هي امتحان. ومن هون جاي المثل الشعبي يلي من رحم ايمان، الله ما بيجرب إلا خايفينه. وهذا اللي بيخلينا نروح لوين؟ عأيوب. قال بفوت الشيطان على محضر المجلس الأعلى تبع ربنا ويقول له شو هيدا أيوب، هاتوا بحبك لأنك كارم ومنيح. قال له روح، بس ما تدق فيه، ما تدق له بروحه، روح جربه. هوني إبليس أو المجرب منه بمعنى الشيطان، بمعنى يلي عم يعمل هالفحص هالامتحان القوي يلي أيوب فرجينا أنه هو إيه قدر انتصر على التجربة. كيف؟ باستسلامه، مش الخنوعي، مش أنه إيه لا حول ولا قوة خلص، مش نستسلم، لا. يعني استسلم لمشيئة الله، خاف الله، أي لجأ إليه. وكان يضل يقول كل مردوده لله، مع العلم، مع العلم نحن وعم نقرأ قصة أيوب ما كان عم بينفي وجعه الإنساني وحقيقته. ايه تخانق مع الله، فكروا اتهموه اصدقائه انك انت واحد كافر، شو عم تحكي؟ مين قال لك انه الله بده يلغي لك وجعك، بده يلغي لك مشاعرك الانسانيه، بده يلغي لك حقيقتك؟ لا، ايه فيك تشارعه لله، بس شارعه بايمان، شارعه بايمان ايوب، شارعه بايمان يسوع الانسان المصلوب. الهي الهي لماذا تركتني؟ ما كان عم يكفر يسوع الانسان على الصليب، بالعكس كان عم بيقول له انا هالقد موجوع،
ايه ونحن لما بنقطع بتجارب، ونحن عم نقطع بتجارب هلا، يعني انه شو يلي عم نعيشه يعني بقلاوه يعني هي تجربه بحد ذاتها، الوضع اللي عايشينه ماشي يعني التحديات العديده. وهون بيبقى السؤال بقلب هالتجربه، اذا كنتوا انتوا اولاد الله فرجونا لنشوف كيف تتحملوا الموضوع. شاطرين بس تصفقونا سلوغانات، ايه ما المسيح بيقول احمل صليبك واتبعني، وشو شو احمل نعم. صليبك واتبعني؟ شو مين قالك انه الصليب يعني اكله محله؟ اكله محنه مش محله. نعم. الصليب صار له حلاوه لما صار له معنى مع يسوع المسيح. انه شو يعني من اداه للاعدام بالامبراطوريه الرومانيه لكل يلي هن ليسوا رومان، يعني هالقد فيها مزله فيها تشرشح فيها بهد اللي هو عم تطلع روح الواحد، يتحول لجسر خلاص، يتحول لنعمه. نعم. هون السؤال أبونا عم بتقلنا وتأكد نحن كمؤمنين ما لازم نستسلم أمام التجربة، بس هون قد مهم نكون محصنين، كيف منحصن حالنا إيمانيا إذا بدنا نقول تما نستسلم ونضعف؟ لا شك أنه كثير من العالم جاوبت عليه بطريقة بيواجهوا صعوبات كثيرة، وإذا بدك بيكونوا مؤمنين بس ما بيعرفوا يتصرفوا، بيوقعوا بي إذا بدك ما بقول ساري فيسيو، ما بقى بيعرفوا يطلعوا منه. جاوبت عليه بالبداية أنه رحنا على تجربة يسوع. شو كان يسوع الإنسان، يسوع الإنسان لما كان عم يتجرب شو كان جوابه؟ شو كان الحصن تبعه؟ نعم. يقول الكتاب، كلمة الله هي الحصن لألنا. كل ما بكون متشبع من كلمة الله وبنزلها بواقع حياتي، ساعتها بتكون لألي هي هالباكراوند يلي وقت الأزمة، وقت التجربة، وقت هالإبروف القوي، وقت هالامتحان، في شيء إلي ظهري عليه. يعني مثل واحد، مثل العسكر عم بيكون على الجبهة، بس منه ابضاي على الجبهة لو ما كان بحق التدريب عم بيعرق تيوفر دم 100%. منه لو ما كان محصن بالأنتيبال تبعه بالكاسك، انه اكيد بده ياكل شظايا، بس اذا منه حاطط هالأنتيبال هيدا بده يتنطف. نحن الأنتيبال تبعنا هي كلمة الله، هي تعليم كنيستنا، هي الأمثلة اللي مشيت قدامنا عبر العصور، هالشهداء هالقديسين مثل مرقس الإنجيل يلي مات شهيد، ما شرشحوا اللي خلقه يعني بآخر أيامه المعطر، مثل كل القديسين، مرجريس من كم يوم كمان الشهيد. أنه هودي كلهم لقلنا بيكونوا حافز أنه نقدر نقف قدام التجارب، قدام الصعاب بإيمان. بننخض؟ أكيد بننخض. يسوع وانخض ببستان الزيتون، يسوع انخض قدام قبر لعازر وعارف حلو بده يقاومه. يسوع منه جاي يلغي خوفنا الإنساني، ما أجا يلغي حقيقة تركيبتنا البشرية، ما نحن مخلوقين وكل مخلوق هو ضعيف، بيتعرض للمرض، بيتعرض لينكسر، وأكبر شيء بيتعرض له أنه بيموت، لأنك مخلوق يا إنسان، أنا وأنت وكل واحد. أبونا هل بحقلنا، عم بقول بحقلنا بين مزوجين، نعتبر أنه المرض هو تجربة؟ يعني نحن بنعرف انه طبيعيا او بيولوجيا في سبب بيودي لمرض، ولكن احيانا بنقول طب ما عندنا سبب بالعائله، يعني بتعرف العالم شو بيحكوا، طب هل ليه انا شو عامل؟ عائلتي شو عامله؟ شجره العائله عندها اذا بدك اعمال سابقه خطيئه، ما في اعتراف كان من امن. في ناس اذا بدك بيربطوا هالامور ببعضهم، بس من ناحيه ثانيه نحن مؤمنين وما منآمن انه الله ما بيقولوا بين المتزوجين بيضرب. في اشخاص بيامنوا العكس، اليوم شو تعليقك على هالفكره؟ المرض اول شيء هو حاله طبيعيه ومن شيم التركيب البشري، مع انه ما في انسان على وجه الارض الا ما بيتعرض لمرض، لو من وجع راس لا شو بعرفني لا اقصى درجات وكبر الامراض اللي بنقطع فيها، بس مش معناتها انه المرض هو قصاص من الرب. هلا اني بنرجع للبدايات بقول لك ايه، بسبب الخطيه الاولى صار في موت، صار في بالمشقه تليدينا بنيكي بعرق جبينك تاكل خبزك اوكي. نعم. بس الخبريه انه هيدا واقع البشريه. اليوم انا كمؤمن اللي نلت الخلاص بيسوع المسيح بموته وقيامته، انا ما بقى في انظر للمرض انه هو بين هلالين ضربة من الله، لا
في هالواقع كيف بحمله؟ يا بحمله كنعمة يا بحمله كنقمة. وهيدي هون بترجع لدوز الإيمان اللي عندي إياه، لدوز الرجاء اللي عندي إياه. بقى مشان هيك إيه المرض موجود ومش رح تخلص الدنيا، امبارح هيك واليوم هيك وبكره يمكن أنحس من هيك، بس أنا كيف كمؤمن كيف بتعاطى مع المرض؟ إيه المرض شيء مأذي، شر لابد منه موجود، بس يا إما باخده بحطه تحت مجهر الصليب، وهون بتجي صرخة المؤمن مع آلامك يا يسوع، وبعمل كل شيء اللي بيسوى ينعمل، ايه لازم اخذ دواء، لازم اشوف الطبيب، لازم اعمل العمليه، لازم 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 اعمل كل شيء، بس مش معناتها اذا ما زبطت معناتها انه ربنا عم يضربني، لانه والله جدي مدري شو عامل كان بايامه. في مثل لبناني مهضوم قال له كل عنز معلقه بكرعوبه. نعم. انا ماني مسؤول عن خطيه غيري، انا مسؤول عن حالي، بس انا كمان ممكن كمان بخطيتي اثر على الجميع، بس مش معناتها تيسير ربنا مثل كأنه المنتقم والمتعسف والهالقد هالديكتاتوري، يعني انه ايه لانه جدك مدري شو عمل بايام وبدك تاكل انت القتله. خيي شو خصني انا؟ انا خصني اذا انا عم بقدر بصلاتي وبايماني هيك اقدمهم هودي كفاره عن خطايا من سبقني ومن اللي عم بعيش انا وياهم وعن خطيتي، بس مش معناتها انه هالشيء هالقد الله جائر بحقي، لا، في واقع، هذا واقع. نعم أبونا، منعرف أنه موضوع واسع وعميق، ولكن لضيق الوقت بحب قبل ما نختم فقرتنا لليوم نكون هيك عم نوجه رسالة للأهل اليوم اللي قاطعين بزمن التجارب مثل ما ذكرنا بالبداية، تيعرفوا يربوا أولادهم التربية الصالحة على المثل، وشو نكون عم نورطهم؟ صراحة أي موضوع كتير كبير، يعني زتيت 3-4 أسئلة كل موضوع لوحده بده متر قديه. اليوم ما فينا ننكر يلي نحن فيه أكيد، ويلي عم نمرق فيه أكيد منه مقبول لا إنسانيا ولا أخلاقيا ولا حتى إيمانيا، لأنه ما بترجم حقيقة سمو الإنسان وكرامة الكائن البشري. يعني عم تدعوس كرامة الكائن البشري ببلدنا وبغير بلدان، يعني انه السودان منا امبارح فقست عندهم وقبل منا اوكرانيا وروسيا ومنعد ومنلاقي كل الدنيا. نعم. عم تنتهك حرمة كرامة الانسان والكائن البشري. بس بهالواقع الاهل عنا دور كاهل وكمربين مش بس كاهل. قديش فينا نكون نحن المثل قدام اولادنا؟ رب صغير بتلاقي كبير، الكلام بحر بس المثل بجر. يعني لما بدهم يقشعوا قدامهم الكاهن والراهبة والأسقف والأم والبي، واقفين وقفة صمود، وقفة إيمان، وقفة إنه منقول الأخ من دون ما نركع، وقفة منقول الحق قدام الظلم، وما منقعد مندور زوايا وما منقعد منعمل مسيرات، قولوا الحق والحق يحرركم. ايه عم ننتصر على تجربة الظلم، عم ننتصر على تجربة اللا عدل، عم ننتصر على تجربة هزة الإيمان، انه ايه انا مؤمن للآخر، مش مهم انه انا بيعوا حكي ليسوع وبترتيه الحلوة ولما بتهز المحزوزية من رخ نصير اخدين دور مربطرس. ايه انا خرطوش فردك يا يسوع اللي بقرب عليك، قال له ايه رو بكرة بدي شوف شو بدك تعمل قبل صياح الديك، رح تنكرني 3 مرات. بس حتى لو قشطنا كمان نتطلع بعناية بطرس يلي بكيت برجا وبتوبة وصدقت انه يسوع بحبها وبحبها ببلاش، ومشان هيك قدر يكمل المسيرة، ما كان هالقد عديم الرجاء مثل يهوذا وما صدق نظرة يسوع لقاله انه بحبه وراح عمل اللي عمل بحاله. من هون انا دعوت للأهل، لألي، لكل انسان عنده مسؤولية هالجيل الجديد يلي هذا جيل معكر، هذا ربيان ابو فقايسه وعلى الحسد كوزك تبعه. ايه معلش ما نخوفهم، بس كمان نكون جديين معهم ونوقف قدامهم وقفه فيها جديه، فيها حكم التصرف، فيها مواقف فعلا مثل يسوع المنقاد للبريه، نعرف ننقاد للروح القدس. ابونا نحن بنشكرك كثير لحضورك معنا اليوم، وشكرا لهالحكي فعلا العميق اللي هيك بناخذ زواده معنا. خوري يوسف مبارك، خوري رعيه مرسى معان العموده للاعاد، اهلا وسهلا فيك.